ديما نحكوا على لسان أهل القرية أو التاريخ الشفوي المتداول في المنطقة هذه يحكي على أهل الكهف أو دونك الرقود السبعة. دونك القرآن ما عطاكش العدد، يقولون ثلاثة وربيعهم كلبهم، خمسة وسادسهم كلبهم، وسبعة وثمينهم كلبهم. دونك قل ربي أعلم بعدتهم. دونك التاريخ الشفوي يعطاهم سبعة، وعشان وعدوا أنه حيجيب له اللي جابها بكرة وما جابهاش، وقالوا بعد أسبوعين يحكي أي كلام، يقول له أصحاب الكهف كام؟ قال له يقولون خمسة وسادسهم يقولون. أنا بقول لك أنت رايح تجيب الإجابة من ربنا، ربنا بيقول لك والله يعني أنا سمعت كده كلام والله أعلم أنهم خمسة أو ستة، مش ربنا يقول لك ستة سبعة ثمانية.